السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. أريد أن أسألك: ما الفرق بين اسم الله الوهاب والرزاق؟ الوهاب والرزاق. نعم. كثيرا ما تطلق الرزاق على الرزق بالمال، والوهاب أعم من ذلك، فقد يتفقان وقد يفترقان. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كتبت كتابي. كتبت رقم الهاتف في التعليقات. بنت ملتزمة ووالدها، يعني والدها وأسرتها غير ملتزمين. والدها وإيه؟ والدها وأسرتها غير ملتزمين. أيوه. والبنت ملتزمة. البنت يعني أنا بعد ما كتبت الكتاب خليتها تلبس النقاب غصبا عن والدها يعني، والحمد لله والدها رضى بالأمر يعني. طيب. بس في التعامل معها لقيت اللي فيها صفات عصبية جدا، ويعني ردات فعل غير طبيعية لحاجات مواقف بسيطة، ومن نفسي خايف اللي أنا أكمل معاها بسبب العصبية الزيادة يعني. طيب. وما عفوا. تفضل. وما الإيجابيات التي فيها؟ إيجابيات اللي هي منتظمة على الصلوات الخمسة وعلى النوافل، بتصوم اثنين وخميس، كل يوم بتقرأ سورة البقرة، ليها أوراد ملتزمة بيها، مخلصة، غير متبرجة، حجابها كامل. دي الصفات الكويسة اللي فيها. والوحشة؟ الصفات الوحشة العصبية والعند لدرجة يعني الدرجة صعبة جدا. يعني لازم الرجل يبرر لها كل فعل هو بيفعله، يعني انا عملت كذا عشان خاطر كذا، وياخدها بالهدوء خالص. لو اخدها بالامر او بعملي كذا او كذا يعني بتزعق، بتعلي صوتها عليه، تنفعل عليه. فانا متردد، خايف اسيبها. ابوها مستحيل بعد كده هيخليها يعني تلتزم. حلوه العروسه دي ولا مش حلوه؟ كويسه يعني، هي كويسة يعني عجبك يعني نص نص يعني بصراحة، ولا مشدود قوي ولا اللي انا عايز اسيب قوي، وفي نفس الوقت مش عايز اكون ظالم ليها، ليها تكون يعني ارتبطت وكتب كتابها وتثابت، اكون انا ضررتها في حياتها ودينها زي ما هي بتقول لي. مش عايز اكون، وفي نفس الوقت مش عايز اكون فتنت واحدة في دينها، اللي هي الوقت والدها ممكن يخليها في النقاب، وخايف اكمل اجي على نفسي في حياتي يعني. انا لا، بس اصلا عموما عفوا يعني
انت لن تجد امرأة اجتمعت فيها صفات الخير. نعم. لازم ستجد خللا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل ما لا تكاد تجد فيها راحل. إذا كان هذا في الخلق عموما رجالا ونساء. وقال في شأن النساء: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعندنا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب هذه رضي الله عنها في غاية من الجمال وذات نسب وذات دين، دينها قوي، تقوم الليل وتتصدق وتعمل من أجل الصدقة، وبنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كان بها صفة يعني قريبة من اللي انت بتتكلم بها، يعني حدة ترسل منها الفيئة، يعني لسانها أحيانا يشتد ولكن ترجع بسرعة بعد كده. فلذلك جاء زيد يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. فلكن شاء الله أن تطلق زينب، وبعد من الذي زوجها للرسول وهو يعلم خصالها تمام العلم؟ الله. فيصعب أننا نجد امرأة اجتمعت فيها صفات الخير. وأنا أسألك سؤالا، ما العيوب التي فيك أنت؟ ها؟ لازم تجد في عيوب. نفس العيوب اللي أنا عصبي وحاد ليا نظام عشان كده أنت مش قادر تصبر على يعني حدة، ما حدة مش هتمشي. لكن إن شاء الله ما دام العقد تم أنصحك بالصبر، والحمد لله أنك أثنيت على دينها وأثنيت على خلقها وأثنيت على عليها في قيامها لليل وعدم تبرجها، فتحمل شيئا لوجه الله. لن تجد امرأة كملت هذا، فضلا عن ما ذكرت من أنها من بيت ليس بالصالحين وستتعرض لخطر. فكما تقول في كل صلاة: الطيبات لله. وهب أنها هي أختك، كنت تحب من الزوج أن يطلقها أو يصبر عليها؟ لا يصبر عليها. الله يبارك فيك. الله يكرمك. جزاك الله خير يا فتح عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ مصطفى. نعم تفضلي. الله يكرمك. بقول لحضرتك أنا عندي بنتي متجوزة بقالها 13 سنة، قاعدة في يعني قاعدة في مساكن شعبية وكده. جوزها عايز منها القايمة عشان يقدر يطلعها، عمال يضرب فيها، وهي جات لها قبل كده 3 جلطات وثلاث ذبحات، وهي عندها 33 سنة. والشقة اللي قاعدة فيها كاتبها باسم أمه علشان خاطر إيه يمشيها، هي معاها بنتين، بنت في أولى إعدادي وبنت في سنة رابعة. فأنا مش عارفة، أنا دلوقتي لو اديتها القايمة عشان يبطل يضربها ويطلعها في هدوء كده، أبقى أنا كده هو ظلمتها؟ كده كده هتطلق، كده كده هتطلق. هي مش عايزة تعيش معاها من كتر ضربه فيها والله. لا ما تسلمولوش القايمة. ما هو عمال يضرب فيها وانا مش عارف اعمل ايه. ترجع عندك ما ابوها متوفى. هي كده كده يا اختي اذا اخذ القائمه هيطلقها، ما اخذش القائمه هيطلقها. هو كده كده هيطلقها، فخليها تاتي عندك وسع صدرك لها شويه وارحميها من ضربه الشديد الفظ الغليظ. غسل على عينها على قلبها مطرح ما هي تعبانه، على عينها ضاربها ومرم لها عينيها. واحنا مالناش حد غير ربنا والله العظيم، مش نيات ربنا مالينا حد غير ربنا. أنعم بالله وأكرم بالله، سبحان الله خير وأبقى. ونعم بالله. دخلوا أي حد من الصالحين ينظر في مشكلتكم. مش راضي وحياه ربنا يا سيدي. خلي حد بس يقوم نيابة عن والدها، أي طيب. ما فيش طيبين. في طيبين كتير لكن هو اللي رافض، قال لي لو جبتي لي أي حد مش هفتح له الباب، مش عايز يقعد مع حد، حتى الشيوخ اللي في المسجد هو متربي في مسجد هنا، والشيوخ عارفينهم وعارفين، قال لي لو رحتي تبقى بنتك طالق، لو هو يقول لها لو كلمت جوز اختي يعني عايزه تشتكي لجوز اخته وتقول له اللي حصل، قال لها تبقي طالق، لو خرجتي تبقي طالق على كده، وعليها الطلاق تبقي طريق لو كلمت جوز اختي ولا كلمت اختي
ولا كده؟ اي واحد يكلمه يا اختي، لازم تدخله ناس يكلمه. بس بقول لك لقاء الفتاوى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ربنا يرضى عنك ويرضيك يا شيخنا. وإياكم. والله يا شيخنا أنا في بيت عيلة ساكن مع أمي وأبوي ومعي إخوات أولاد. أيوه. فإحنا كنا كلنا خلطة مع بعض يعني. طيب. اللي يجيب زي اللي ما يجيبش والكل بياكل يعني. ماشي. معي أخوي مش عارف مصدر رزقه إيه يعني. إذا كان هو في شبهات في أكل عيش وكده. حرامي يعني ولا إيه؟ لا لا مش للدرجة يعني. ممكن يكون تحت حرمانية الله أعلم يعني. فمش عارف أنا أعزل بس خايف على زعل الوالدة عندي في البيت. لا ما تعزلش الآن يعني، ما فيش شيء يقيني يقول إن المال الذي يأتي به أخوك محرم. ليس هناك يقين يفيد أن المال الذي يأتي به أخوك محرم. وانت تاكل من الحلال، انت تاكل من حلالك الطيب. بس هو ممكن بيجيب اشياء باكل منيها يعني. ما هو ياكل من اكلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال. تفضل. والدتي عندها 65 سنة وعندها مرض الصرع. الله يعافيها. تمام. والحر وكده ممنوع ان هي تتعرض للشمس او كده، بيحصل ليها اغماء وبتفقد الوعي على طول يعني. الله يعافيها يا رب. وهي ما حجتش. نعم. ينفع حد يحج مكانها؟ ينفع. هو ادى الفريضة قبل كده؟ نعم ينفع. يعني هي كده مش عليها ذنب؟ أنت تقول مريضة ويحصل لها إغماء إذا تعرضت للشمس، أقول لك إيه يعني؟ بالضبط. إيش؟ ينفع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حضرتك؟ الحمد لله طيب. الحمد لله، ممكن أكلم حضرتك بعد لقاء الفتاوى؟ إن شاء الله. في أمر ضروري؟ إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عايز اسال يا شيخ عن حكم رد السلام في اثناء الصلاه والصلاه على النبي، لو سمعت ذكر النبي يعني في الصلاه، هل اصلي على النبي وانا بصلي ولا لا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما رد السلام لفظا اثناء الصلاه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. أما رد السلام إشارة في الصلاة جوزه، أو جاء به حديث إشارة تشير هكذا تشير هكذا، رد السلام إشارة جائز، أما لفظا لا يجوز. أما السؤال الآخر، السؤال الآخر هو الصلاة على النبي أثناء الصلاة، لا مانع إذا سمعت الإمام يقول اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاز أن تصلي على النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، بآية فيها عذاب تعوذ، بآية فيها عذاب تعوذ. وأطرد بعض العلماء آية فيها تسبيح سبح، كان ابن عباس إذا سمع القارئ يقول أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى، وعمر سمع التالي يتلو من سورة الذاريات في صلاة العشاء يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد تبارك الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا شيخ، نسألك الدعاء إن شاء الله بالشفاء، الله يبارك فيك. الله يعافيك يا رب. آمين يا رب، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الغالي. تفضل يا حبيبي. نتمنى نسمع عنك الخير دائما يا مولانا. يا رب يجمعنا وياكم في الفردوس. مولانا لي اختي توفت وكان تاني مؤتمن على اسمها في مبلغ من المال. كان ايه عفوا؟ لي اختي توفت. ايوه عبد الرحمن. سامعني كده مولانا؟ اسمعك. فقبل ما تتوفى اتمنت على سر لها مبلغ من المال لابن لها. كانت محتفظه به من تعبه من شغله. كانت ايه عفوا؟ الو؟ ايوه نعم. كان معها مال؟ ابنها كان بيحوش معاها مبلغ. وبعد؟ فكانت هي حطاه باسمها. فاما تابت فقالت لا. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا شيخ مصطفى. اتفضل. بقول لحضرتك اختي مخطوبه وخطيبها عاوز يكتب الكتاب وفي لسه تقريبا 3 شهور على الفرح ان شاء الله، فمش طبعا القايمه مش جاهزه، احنا لسه ما كملناش جهاز وهو لسه ما كملش جهاز. اكتبوا شيء تقريبي. اكتبوا شيء تقريبي. هل جائز ان احنا نكتب مثلا وصل امانه برقم غير؟ لا اكتبوا شيء تقريبي يعني شيء تقريبي لما بس ينفع الوصلة أمانة؟ ينفع بس الوصلة أمانة ما عادش بتعتمد الأيام هذه في المحاكم. كثير من المحاكم ترفض وصل الأمانة الآن، تحول قضايا مدنية. لازم يكون قايمة يعني. لا يعني الله يبارك فيك، عايز تكتب ذهب اكتب ذهب. مولانا معلش قيمتها تقريبيا، اكتب قايمة تقريبية. شكرا. إذا قام الإمام للركعة الخامسة هل يجوز المأمون أن يقول له هذه الخامسة؟ لا يسبح يا عمر، يسبح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. الله يعطيك العافية. في سؤالين يا شيخنا بعد إذنك. السؤال الأول، حكم عمرتين في سفرة واحدة، هل هو أفضل أم عمرة واحدة؟ عمرة واحدة في كل سفرة، هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واكثر من الطواف، اكثر من الطواف ان شئت. نعم نعم، بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، عند السفر يا شيخ نويت جمع الظهر والعصر تاخيرا مع العصر، دخلت المسجد وجدت الامام يصلي العصر ولم اصلي الظهر، فماذا اصنع؟ الصلاتان متفقتان في الصفه، فممكن تصلي معه الظهر لك والعصر له، او اذا صليت العصر تصلي العصر وبعد ذلك تقضي الظهر، لانك لا تملك امر نفسك عشان تسافر يا شيخ. نعم. يسقط الترتيب، ترتيب اللي يسقط الترتيب، يسقط الترتيب. وين رتبت؟ وين رتبت؟ ما في مشكله لاتحاد الصفتين. نعم يا شيخنا. وان رتبت يعني اذا نويت الظهر ايضا معه وهو يصلي العصر لا باس. نعم نعم، بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخ. حياك الاخ عمرو بن بلال. يقول اكثرنا قول سبحان الله ولم ينزل. خلاص اجلسوا انتم الى ان يرجع يا عمرو، لعله مقتنع به. اجلسوا انتم لا تتابعوه الى ان ينزل ولا تزيدوا في صلاتكم شيئا. مرحبا يا اخ حمدي خريبه، يا رب وبارك فيك ربنا. السلام عليكم، حبك الله. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. رجل ضمن ميتا في دين لا يعلم. قال لي يا اخوان الاخ فلان انا متكفل بقضاء دينه ظنا انه 10,000 15,000. تفاجأ بشخص يقول ان هو كان تقريبا حارق سياره او حاجه، دين تجاوز المليون جنيه. هل امام الله هذا المال؟ لا لا يستطيع، هو لم يضمن في شيء كبير، ويظن ان الديون خفيفه ولهذا اعلن ما اعلن، لكن دين ملايين لا يعتذر. ويعني ولا يلزمه امام الله ان يسدد. ما كان يعرف، ولذلك من العلماء من يعني يكره هذه المسألة إلا إذا كان دين معلوما. لكن الرسول لما قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الأمور في المعتاد يعني في القدر المتحمل. نعم نعم، يسبح يا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اريد ان استفسر من حضرتك عن شيء. تفضل. انا اختي كانت متزوجه من فتره وبعدها يعني حصلت مشاكل وكده ووقع طلاق لمده يعني 3 مرات وقع الطلاق. تمام. الو. ايوه نعم. وقع الطلاق يعني 3 مرات، فاهمني حضرتك؟ اختي كانت متزوجة طلقت 3 مرات متفرقات. شكرا. طيب السؤال. بعدها زوجها قال ان هو كده جاب شيخ وقال له لا حسب النية ورجعها. حسب النية يعني؟ قال لها انت طالق صريحة. نعم. قال لها انت طالق صراحة ولا ايه؟ كان يعني حلف عليها. لا لازم نسمع منه يا اختي، انت مش فاهمة حاجة ومع جزيرة يعني. تمام. طيب حضرتك بعدها يعني يسأل هو صاحب السؤال يسأل. طيب انجبت منه طفل تاني بعد يسأل صاحب السؤال يسأل ليس انت. ما انت عارفه ايه اللي تم. انا في مشكلة بعد اذن حضرتك عاوز اسأل فيها. ما نستطيع نجاوبك. ما نستطيع نجاوبك، انت بتتكلمي على اساس ايه؟ هي حامل تاني بعد اذن حضرتك. ولو حامل تاني ممكن يكون ما فيش طلاق وقع. لازم نسمع منه. نزل الجنين. لا ما تنزلش جنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم حلق اللحية لشخص عليه مشاكل وطريقات أمنية بالفعل؟ لأن عشان عايز يجدد بقاءه. حلق اللحية في الأصل حرام، لكن ربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طب وتخفيفها؟ كان ابن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. طب لو كانت أكثر من يعني أقل طولا من القبضة؟ لا يأخذش منها حاجة، لا يأخذ منها شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. عندي سؤالين يا شيخ بقى. تفضل. السؤال الأول تكمل السؤالين سألتهم من شوية، هو حكم الصلاة في وتشيرت مطبوع عليه صورة أو كتابة يعني كده. جائزة مع الكراهة. لأن أغلب الشباب بيصلوا. جائزة مع الكراهة. تمام. السؤال الثاني. تفضل. حد سألني عن تخصص النساء للأطباء في كلية الطب. والله الأولى لك رجل الابتعاد وتركه للنساء. الثاني يا شيخ ما الأولى لك كرجل أن تترك هذا التخصص للنساء. طيب هو برضو قال إن الأطباء الرجال أكثر من النساء وإن المهنة دي تتطلب رجال على أساس إن ممكن واحدة تولد الساعة 2 بالليل. أنا نصحتك والله نصحتك بالذي عندي. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. انا بشتغل محفظة قرآن الحمد لله. يعني تقريبا يومي كله مشغول في كده. فهل انا ليا ثواب يعني ليا؟ بس طبعا بحفظ بأجر يعني. أجر عمل حلال تأخذين عنه أجرا لاحتياجك لا بأس، مأجور ان شاء الله، لكن ليس أجرك كأجر من تعمل كل عملها لوجه الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا زي حالك؟ الحمد لله. بارك الله في شيخنا والله. وهي فيك يا رب. بارك الله يا شيخ بالله عليك. دلوقتي في أخ تزوج وبعد ما تزوج أنجب طفلين. تمام. وبعدها اكتشفوا إن هي أخته من الرضاعة. فارقها. نعم. يفارقها في الحال. ده في طلاق يا مولانا؟ في طلاق؟ ها؟ في طلاق؟ ما يفارقها خلاص، لا ما يلزمش طلاق، خلاص هي ليست زوجة الآن لا تحل له. تمام يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله.
كنت تواصلت معك يا شيخ سابقا بشأن طلب العلم ومرتني أن أتواصل معك على الخاص ولكن لم أستطع يعني التواصل. أنت من أي البلاد؟ من الشرقية محافظة الشرقية. والله تحب تزورنا زورنا تشوف الوضع على الطبيعة شكله يعني. طب أيام إيه يا شيخ بدأ؟ يوم الأحد أو الأربعاء. في أي وقت ولا إيه؟ لا من بعد الظهر فصاعدا إن شاء الله. ماشي يا شيخ شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز حضرتك في فتوى يا شيخ. أنا والدي حاطط مبلغ من البنك يعني وديعة بمعنى صح، أختي خدتها منه وحطتها في البنك. بيطلع عليه ربا شهري ما نعرفوش تمام. الفلوس هي بتاخدها ليها. والدي حاسس بالذنب يعني ان في حد بياخد والتاني محتاج ومش بياخد. عرض علي المبلغ انا رفضت لان ده ربا وانا عارفه ان الفلوس دي حرام. والدتي يعني حبت يعني تساعدني، قالت لي انا هاخده اعمل بيه حمام، هكسر حمام يعني واعمله كده، وانا بستبدل المبلغ ده بايه؟ بمبلغ من معاشي. كله لا يجوز. كله لا يجوز. اه طبعا اخذ المبلغ ربا واللي عمل حمام به لا يجوز. تمام. شكرا. السلام عليكم. بالله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن اي واحد يشغب على الصفحة احذفه تماما. اي واحد يشغب على الصفحة او يشغل الناس احذفه تماما بارك الله فيك ايا كان. الصفحة نظيفة ما عليها مشاكل ولا عليها قيل وقال. ولم نزل لاي واحد يجيب عنا الله يبارك فيك. اي واحد يعمل مشاكل على الصفحة بالله يحذف تماما لان نريد صفحة نقية عليها علم نقي. اما مهاترات ما لسنا من المهاترات. انتبه والله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا الفاضل. اتفضل الله يحفظك. بسألك بالنسبة، كنت عندي مكنة فوري وساحب عليها 10,000 جنيه. ال10,000 جنيه هسدهم، ولما سدهم في الفترة اللي أنا سدهم فيها كل يوم هيتخصم جنيه وربع. السبب جنيه وربع ده بيتخصم لكل 1000، يعني ال10,000 يتخصم عليهم 12 جنيه ونص يوميا لحد ما سد المبلغ. الحكم في دوت ايه؟ يعني فايده ربويه ولا ايه؟ ال10,000 مش عارف. هو مش فايده ربويه، انا ساحب رصيد على المكنه بس. الرصيد دوت انا سحبته على فودافون كاش. يعني أنت سحبت رصيد من البنك؟ المكنة تاني؟ لا عفواً عفواً، بس سحبت رصيد من البنك ولا منين؟ من المكنة، مكنة فوري، مكنة رصيد. مش من البنك لا خالص. سحبت رصيد من المكنة. من مكنة فوري. وألزموك أنا خدته، سحبته عندي على المحفظة وخدتهم فلوس 10,000 جنيه. أيوه. المبلغ ده في الفترة اللي أنا هسده فيها او لحد ما ست، انا كل يوم هيتخصم 12 جنيه ونص لل 10,000 جنيه. لا يجوز هذا الكلام. لا يجوز. طبعا. تمام. بارك الله فيك. اخطاء النادي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير. بقول لحضرتك في طائفه اسمها طائفه البهره موجودين حاليا. هؤلاء اهل ضلال وزيغ والعياذ بالله. يعني دول اهل ضلال. اهل البهره اهل زيغ وضلال. عياذا بالله. كيف وطائفة من طائف الإسماعيلية. والإسماعيلية هذه طائفة من الباطنية عياذا بالله. وإذا تتبعت، إذا دخلت على أي موقع في النت ستجد من هم البهرة. بعيدون جدا عن أهل السنة والجماعة. بعيدون جدا جدا جدا. طائفة من الباطنية عياذا بالله. يعني خليط ومشيق وفي كل، سبحان الله. يعني طب شيخ مصطفى ليه ما بتوضحوش للناس؟ يعني في ناس بتتفرج عليهم. كيف لا نوضح للناس؟ الحمد لله ما فيش مصر بهرة الحمد لله. لا ده موجودين، كانوا موجودين النهارده موجودين فين؟ ما راينا اي بهرة في 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 بلادنا ابدا على الاطلاق. فلا نحب ان ننشر شيئا مطموسا.
بقول لك لا نحب أن ننشر شيئا مطموسا، يسجدون لسادتهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم رجالا ونساء، بلاوي كبيرة. طيب الكعبة عندهم رمز على الإمام، لا يقيمون الصلاة في مساجد المسلمين، لهم ضلالات كثيرة جدا. هم طوائف كبيرة، طوائف متعددة، يختلفون في ضلالهم، هذه ضل في باب وهذه ضل في باب، ضلالهم شديد شديد جدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله الشيخ مصطفى العدوي. نعم. لك الله يخليك ويبارك لنا بعمرك، معك عابد أيوب من لبنان. تفضل يا عابد. الله يبارك فيك يا حبيب القلب. والله متربك ما بعرف شو بدي اقول لك، صار لي سنين 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 حبيب بس احكي معك يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. حبيب القلب، عندي سؤال بخصوص الصلاة جماعة في المسجد للجار. ها؟ صلاة في المسجد جماعة، هل يؤثم الجار إذا تركها بسبب عذر؟ هل يأثم الجار إذا ترك الصلاة في المسجد لغير عذر؟ لغير عذر يا صاحبي، إذا كان هذا سؤاله هل يجوز للشخص أن يترك صلاة الجماعة في المسجد لغير عذر، أراه يأثم، لأن النبي قال للأعمى لا أجد لك رخصة، وقال لقد هممت أن أمر رجل هذه للصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لما يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله. ربنا رب دائما الخير يا رب. يا رب لك الحمد. عم الشيخ، أنا من سكان مكة المكرمة، ويوم الجمعة كنت بصلي في المسجد، يعني من مساجد مكة داخل حدود الحرم، طلعت من المسجد هنا لقيت واحدة قدام المسجد جالسة، وقفت عند السيارة بتاعتي علشان أطلع لها حاجة كده، يعني من في نصيب من زيبي وكده، لقيت 50 ريال وقع في الأرض فأخذتها وديتها ليها. يعني التقطت لقطة مكة 50 ريال وأعطيتها لمسكينة. نعم نعم. يعني من الاجتهاد انتهى الاجتهاد خلاص. لا ولا لو كانت لو كان لو استقبلت من امرك ما استدبرت انت ما فعلت ذلك، سلمتها الامانات وخلصت، او اتركها كما هي. يعني شيخ يعتبر لقطة اي، يعني هي لقطة 50 ريال لقطة بس، يعني هل 50 ريال هذه سيبحث عنها صاحبها في الامانات او لا؟ لكن يعني لو مكانك لن اخذها، لكن على كل حال انت اعطيتها الفقيرة، لعل الله ان يتقبل ان يغفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ، معلش هو استفسار بس، دلوقتي انا زوجتي في حصل ما بيني وبينها كذا موقف، فمن يعني اكبر موقفين او حاجه زي كده، اللي هي كانت مسافره عند اهلها، هي في محافظه ثانيه، وانا كنت منبه عليها اللي هي ما تخرجش الا لما تقول لي. فمره اتصلت بيها فلقيت صوت عربيات وكده، فبقول لها انت فين؟ فقالت انا في البلكونه، وانا متيقن ان هي مش في البلكونه، اللي هي بره. فكلمت والدتها، فوالدتها كانت بره معاها، فقامت والدتها قامت قالت لي هي في البيت، هي في البيت. قلت لها بس في صوت عربيات، قالت لي هي في البلكونه. وبعد كده هم شرحوني اللي هو احنا كذبنا عليك، واللي احنا كنا لما انا اصريت عليهم يعني قالوا احنا كذبنا عليك واحنا كنا في النادي وكده، وما يعني ايه يعني والدتها ما عندهاش مشكله اللي هي البنت ترجعني كده يعني. ويعني النهاية انت في الخارج يعني وهي في الداخل هنا ولا ايه؟ يا شيخ انت في دولة ثانية ولا ايه؟ لا في محافظة ثانية، في القاهرة في محافظة ثانية. ايه وترجع لزوجتك؟ ايه؟ وترجع لزوجتك كل مدة؟ يعني انا بسفرها بوديها عند اهلها وتقعد اسبوع مثلا وترجع. ففي خلال الاسبوع ده هو انا قلت لها ما تخرجيش الا لما تقولي لي، فخرجت. واللي زعلني اكتر اللي والدتها نفسها كذبت وقالت اللي هي في. طيب والمطلوب السؤال؟ وغير كده يعني هي عندها عند والسؤال ايضا عندها عند والسؤال؟ السؤال حضرتك تنصحني بايه؟ يعني حضرتك تنصحني، هو لسه متجوز بقالي تقريبا 6-7 شهور ومفيش اولاد ولا اي حاجه، فحضرتك تنصحني بايه؟ الصبر شوية. هي طيبة البنت ولا مش طيبة؟ هي برضه يعني هي من عيوبها برضه اللي هي دايما متدبرة على العيشة، ولما بتقعد مع حد بتشتكي لها، يعني لما بتقعد مع اي حد بتشتكي له عن العيشة معايا اللي هو مصلية؟ ايه؟ مصلية؟ هي
في بدايه الجواز كانت يعني بتفرط شويه في الصلاه، دول اللي انا كل صلاه انا فيها. الان مصليه ولا لا؟ الان محافظه على الصلاه. محافظه على الصلاه. متبرجه؟ انا برضو بعد الجواز برضو اصليت عليها اللي هي الان متبرجه ولا لابسه محتاج؟ لا الان يعني اتحسنت بعد ما انا قلت لها، بس هي يعني هي اتحسنت بس مش مقتنعه باللي هي فيه. ان شاء الله هتتحسن باذن الله، اصبر عليها شويه. عاتبها يعني، كل الازواج يظهر منهن اخطاء لكن عاتبها شويه الله يحفظها. حتى لو والدتها مؤذيه هي خلاص، هي كانت اسبوع وانتهى الاسبوع هترجع لك ان شاء الله. خلاص زوجتك حبيبتك، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا العزيز بارك الله فيك. اه فيك، اتفضل. جزاك الله خيرا. حياك الله يا وليد. الشيخ محمد القاضي مولانا، والله الشيخ محمد القاضي اتقدم الدعاء. طبعا الشيخ محمد الله ينور قبره ويفسح له فيه، رجل يعني بذل عمره في طاعة الله وفي نصرة هذا الدين القيم، الله ينور قبره ويفسح له فيه يا رب. بالمناسبة مولانا، احنا عندنا دار تحفيظ القرآن، تمام، وكنا بنجيب من عنده بعض النصائح للطلبة اللي في دار التحفيظ يعني. فطبعا هو ربنا توفاه، فالعمل ده ممكن انقطع يعني. فلو حبينا مثلا لو انت عندك متوفى يعني مصاحف يعني. المقام ليس مقام مصاحف، الان مقام فتاوى. تكلمنا على الهاتف الخاص في هذه الامور. تمام يا شيخ، الله يكرمك. هل يجوز عمل فيزا بنك دون استئذان الزوج، حيث أنني سأدفع لأناس يعالجوني من الوسواس في العقيدة والزوج لا يعلم أني مريضة بالوسواس، وأخشى إن علم أن ينفر مني؟ لا تفعلي ذلك الآن. يعني ستذهبي لطبيب ولا إيه بالضبط؟ كنت ستذهب للأطباء، ممكن تذهب للأطباء، لكن كنت تذهب للناس الذين يرقون النسوان ويفسدون في الأرض أكثر مما يصلحون، ابتعدي. سؤالك يحتاج تفصيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا غالي، اتفضل. بعدين حضرتك سؤالين. السؤال الأول، في 4 ركعات غير الرواتب قبل الظهر اللي هم وقت الزوال، مظبوط هم ولا اللي هم الرواتب؟ أنا قرأت عنهم فمش متأكد من صحة. هو أصلا قبل الظهر، حديث 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لها أبواب السماء، في سند ضعف. بعدين تعرف أن قبل الأذان الصلاة تمنع، أذان الظهر بالذات، لأن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبيل الظهر 7 دقائق إلى 10 دقائق، هذا المكان ينهى عنه. استاذن حضرتك تنصحني مش بورد، بشيء من الافكار يكون الثمره بتاعته قويه، يعني زي ايه يعني؟ كل الاذكار ثمرتها قويه يا فندم. كل الاذكار ثمرتها قويه، واذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينه عرشه، سبحان الله وبحمده امداد كلماته. طيب انا لو الزمت نفسي بورد يومي ان شاء الله عشان التزم بيه، التزم بالاتي: سبحان الله وبحمده 100 مره، حطت خطاياك وكتب في زبد البحر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما استطعت الا ذلك سبيلا، كلمتان خفتان على اللسان. لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. قل لا حول ولا قوة إلا بالله وكرر، حسبي الله ونعم الوكيل وكرر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكرر، استغفر الله كثيرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبح وهلل، سبح وأحمد وهل وكبر وهلل. بارك الله فيك، الله يجعل لساننا وإياك رطبا من ذكر الله. يعني حاول لا تجهد نفسك في الكلام الكثير مع الناس، لأن هذا الكلام يؤثر على عضلة اللسان، بعدها تأتي تذكر الله تجد نفسك ضعفت. وذلك الناس الذين طول اليوم كلام 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 كلام، لسان بيضعف بعد ذلك عن ذكر الله. فخلي لسانك رطب
من ذكر الله إن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولا تنيا في ذكري ولا تضعف عن ذكري. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيعني أنصح نفسي وإياك لا نتكلم كثيرا، نتكلم قليلا، والجهد يدخر لذكر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اجتهد اجتهد، وهذا يستلزم أن تقلل الكلام الآخر، لأنك إذا تكلمت كلاما كثيرا سيؤثر ذلك على عضلة اللسان على الأقل. طب بس أنا حضرتك في حاجة لضيق العيش في أوقات معينة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ربكم. الواحد للأسف دماغه بتوديه كأنه بيتمنى الموت. لا ده غلط. لا هل تظن أن في واحد منا يعني طيلة حياته الرزق دار؟ كلنا بنمر بابتلاءات، كلنا نمر بابتلاءات. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك في عمرك يا شيخ. يا رب يا رب. بعد إذنك عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لحديث سجود الشمس تحت عرش الرحمن، هو حديث صحيح الحمد لله مؤمنين به. فإحنا بقى واجب علينا إن إحنا نؤمن إن دي حاجة غيبية لا يعلمها إلا الله. طبعا. لكن. طبعا ما رأيناها ربنا يعلمها ورسولنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم صدقنا به وهو لا ينطق عن الهوى. ما أخبرتكم عن الله فإني لن أكذب على الله. الحمد لله. الحمد لله. الملائكة برضو لا تعلم. ها؟ بالنسبة برضو الملائكة لا تعلم. الله أعلم. أنت هتدخل في متى ما تلكش فيها. خلاص ماشي. طب في حاجة في سؤال تاني يا شيخ. اتفضل. في حد كان كنت سلفت مبلغ بس هو بسيط، فهو جه لما يجي يسلف لما جه يرده لي فانا ما رضيتش اخده منه، فراح هو عطيني هديه ثانيه بس الهديه دي اغلى من الفلوس اللي هو كان. ما عليك مشكله. خلاص شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ربنا يجزيك خير عن المسلمين يا رب. واياك والسامعين والسامعات. اللهم امين يا رب. اللهم امين والسامعين والسامعات. معك ابراهيم نعيد. يا مرحبا يا اخي ابراهيم تفضل. شيخنا اولا اريد ان ابلغك السلام من والدي. نعم اريد ان ابلغك السلام من والدي. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ابلغه يعني يا شيخ السلام. سؤال شخصي شوية بس ايه يعني انا عندي فضول بس. تفضل. يعني سمعت من بعض تلاميذ الشيخ الألباني أنك لم تحضر له كبيرة يعني محاضرات نعم لا ما حضرش له كبير محاضرات، هم ثلاث محاضرات أو أربعة فقط. نعم. هل أنا قلت قبل هذا أن أنا لازمت الشيخ ناصر؟ لما قلت ذلك حضرت معه ثلاث أربع مرات في لقاءات متعددة منذ ما يقارب 35 عاما. نعم جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يا حضرتك. الحمد لله تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تسألين يا شيخ؟ تفضل. جزاكم الله. في واحد عايز يتصدق بس عايز يخرجهم يعني يجيب ذبيحة ويذبحها، فهل يأكل منها ولا ما يأكلش؟ لا إذا ما هو إذا أكل منها نقص الأجر، إذا لم يأكل منها الأجر زاي. بس. ما يأكلش عادي، هو عايز يخرج المال. خلاص عايز يشتري في حاجه محرمات فعايز يخرجوا لحمه ما في مشكله. السؤال الثاني يا عم سامح، بنبقى مروحين من الشغل وتبقى مثلا
الصلاة أذنت علينا وهنلحقها في البيت مثلا، في شخص يصليها في العربية، الأصل يصليها في العربية ولا لما يوصل السنن ولا هي لا فرض تراجع منين ايه يعني الفرائض تصلى على الأرض إلا إذا كان وقتها سيضيع وأنت في سيارة مثلا. لا لا وقتها مش هيضيع. خلاص انتظر لما تجمعها ونصلها صلاة لا تصلح. لا تصلح؟ آه طبعا إذا صليت الفريضة على النافلة وبإمكانك أن تنزل لا تصلح صلاة الفريضة. إذا صليت الفريضة على الراحلة وأنت تقدر على النزول لا تصلح من الصلاة كده. إنما يصليها لو حد لو كانت ستفوت على سبيل المثال الأوتوبيس تحرك قبل الفجر. نعم. يا أوتوبيس وقف نصلي الفجر ما وقف ولن يقف إلا بعد طلوع الشمس. يعني صليها على الأوتوبيس. على الراحلة أحسنت على ابن محمد. السلام عليكم. تكون سلام طبعا يا شيخ محمد حبيبي الحمد لله بخير. سمعت شو نص التعليق ده كده عن الفيديو بس الأخير من يوم ضاح بدك العين دي اللي كان قديم يعني. نعم عفوا عفوا. كنت عايز أتأكد بس من الصحة بس حضرتك الطبي فهل ده كان يعني مقطع جديد حضرتك ولا مقطع قديم بس؟ اللي هو إيه؟ اللي هو حديث إن هو نص ملك النقطة اللي هو نص ملك الموت. تكلمنا عليه أول أمس بما فيه كفاية. هو غاية الكلام غاية الموضوع غاية الكلام في هذا الحديث. بس هذا كنت بقول إنه أنت حضرتك عم تضاف الولد عند الإمام مسلم ولا عند البخاري برضه. بس اصبر أنا قلت لك الإشكالية الموضوع باختصار روي موقوفا وروي مرفوعا روي موقوفا وروي مرفوعا وسند المرفوع صحيح وسند الموقوف قوي قوي بس هذا غرابة المتن غرابة المتن قد تشير إلى أن الإسرائيليات لعبت دورها فيه من أجل أن بعض رواته علم أنه يروي الإسرائيليات بس لكن هو في الأصل احنا احتججنا به مرات ومرات. السلام عليكم. يلا يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. الله يبارك لو سمحت بس انا عاوز اعرف حكم حكم اذان الفجر الاولاني. حكم اذان الفجر الاولاني الاول والله مستحب. طب لو في ناس يعني تأذوا منه اللي هو يبطلوه ولا يخلوهش زي ما هو؟ تأذوا ليه كده؟ لماذا تأذوا؟ بلخبط الناس في الوقت وكده. لكن هي لخبط الناس مسألة ثانية لكن بالتعليم الحمد لله الأمور تستقيم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ عندي سؤال. اسألي. أنا عندي 21 سنة والدي ووالدتي منفصلين من أكثر من 16 سنة وأنا وأختي قاعدين مع والدتي وهو غير متكفل بنا إطلاقا. من سنتين اتخطبت بموافقته ومشورته واتفق مع خطيبي على 3 سنين خطوبة ولكن أنا عايزة عدى سنتين من الخطوبة وإحنا عايزين نكتب الكتاب نقدمه سنة علشان عايزة أحول من كليتي للكلية في مكان خطيبي وكده هو رافض تماما. تعنت ليس هو بيصرف عليك الآن؟ لا خلاص لك يا عم. بس هما رافضين يتدخلوا نهائي. هل ملاكي اخ؟ لا. هل المأذون يزوجك؟ المأذون يزوجك بل من الاب سلبت منه ولايات العدم انفاق التام على ابنته. ما حتى الجهاز ومصاريف الزواج هو مش متكفل بيها والدتي. طيب متكفل. خلاص سقطت لا تنتقل الان ان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني كده تسقط ولايته يعني المأذون يزوجك. المأذون اي نعم ما دام الكفء موجود وتريد رفع العنة عن نفسك والعاقد يريد رفع العنة عن نفسه وأمنا الصداق وهو يرفض ولا ينفق عليك اصلا لا ينفق عليك تسحب الولاية منه الى المأذون.
تجر فالسلطان ولي من لا ولي له. شكرا يا شيخ. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخنا بالنسبة لحديث فقع عين، خلاص تكلمنا عليه كثير، ممكن ترجع الكلام في سواء اليوم او قبل امس. عايزين نكتب لهم الكلام يا عبد الرحمن في هذا الحديث عشان السؤال عنه كثر يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. ما حكم من سرق الفؤاد وهاجر؟ سرق ايه؟ الفؤاد يا شيخ. سرق الفؤاد وهاجر يا شيخ. يعني ايه سرق الفؤاد؟ كلام حبيبة ده ولا ايه؟ مش فاهم. انا بسألك حكمه ايه يا شيخ؟ يعني من القلوب يملكها الله، ما في احد يقدر يسرق الفؤاد ويهاجر. القلوب يملكها الله يا حبيبي، القلب يملكه الله، يعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه. انت ما تتحكم في قلبك، ربنا هو القادر على تحويل القلوب. نعم. من اللي سرق الفؤاد وهاجر يعني؟ تمام يا شيخ. معلش بقى سؤال يا شيخ، لو وانا بقرا القران يا شيخ وبعدها بسمع مثلا سيد الشيخ الحصري وكده، بلاحظ ان انا في بعض الكلمات بقراها غلط، ده صلح كتير والهمزات والكلام ده. صلح يا الله يكرمك. ما مش هتعلم الاول وبعدين اجي اقرا يعني؟ عادي خليني اعلم. تعلم واقرا، هذا هو ذاك، تعلم واقرا، هي الاخطاء خفيفه يعني. تمام يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. شيخ عندي لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. دلوقتي يا شيخ لو في واحد نذر وقال مثلا لو انا ابني نجح هذبح مثلا وليكن خروف ب5000 جنيه، فدلوقتي بارك الله فيك يا استاذ محمد السبخاوي، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد سيدنا، أخبار حضرتك؟ طمنا عليك. الحمد لله. الله يرضى عنك ويبارك فيك، نحن نحبكم في الله. حبك الله يا منال، الكهرباء لم تقطع عندنا، تفضل يا حبيبي. الله يحفظك. بقول لحضرتك شيخنا، في واحد كان شاري بضاعة من واحد، يعني شخص تاجر شاري بضاعة من واحد. طيب. كان مديله شيك بنكي بحيث ان هو بعد اسبوع يصرفه. فالراجل راح يصرف بعد اسبوع، لا ما فيش رصيد مغطي، فخد عليه الشيك رفض. قعد شهر واثنين وسنه، المدين مماطل. المدين مماطل، ظل سنتين، فرفع الشيك. لما رفع الشيك جاء حكم على المدين. فالمحكمه قضت بمبلغ تقريبا 8%، فهيدفعهم على راس المال. فطبعا كان في محاميين واخدين فلوس، فهل من حقه ان هو ياخذ الزياده دي؟ الثاني كان مواطن ولا كان ايه بالضبط؟ هو الظاهر انه مواطن، لانه عنده مال وظل قاعد مواطن اسبوع في شهر لمده سنتين. يعني هل كان معسرا او مماطل؟ لان عندنا اذا كان معسرا فرب العزه يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. نعم. أما إذا كان جاحد ومماطل قال لن أدفع إلا إذا اشتكيت، أنا نجعلها عقوبة عزيرية. لا، هو اللي قال له روح اشتكي، قال له روح اشتكي. إذا كان، لأننا ننتقل في هذه الحال إلى العقوبة التعزيرية، يأخذ منه كل الأضرار التي لحقت بها. يأخذ القاضي حكم به الزيادة على المبلغ، هو بيحكمها ربوية، لكن احنا نأخذ منها المحامين، تأخذ منها الأضرار التي لحقت بك إذا كان مماطلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ أنا طبعا عندي سؤال بعدين. تفضل يا شيخ. شيخ يعني جمع بين نوافل العمل واحد، مثلا دخلت تصلي سنة الظهر وتضمنت ركعتي تحية المسجد لا بأس. لا أنا حضرتك، أنا مثلا يعني مثلا كل فترة 4 شهور 5 شهور وليكن كل فترة مثلا بقوم ذابح رجل ومزعبون، لو عليها كفارة مثلا كفارة يمين أو أي كفارة فيها إطعام، ف
ولا بأس يؤخذ منها. يقول يا ربي لو عليها كفارة تقبلها والباقي صدق. ماشي ينفع كده كده لا بأس. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بصراحة شيخنا كنت عايز أسأل حضرتك عن حديث خلق المكروه يوم الثلاثاء. لا يصح. يعني لو أنا زوجي ما بيحبش في مشاوير لو كانت يوم الثلاثاء يقول إن هو مش هيعملها. لا لا أنت متشائم متشائم. لا يصح هذا الخبر. طيب سؤال تاني حضرتك معلش. لو أنا زوجي مثلا هو ملتزم يعني ملتزم وكده بس هو مثلا بيستخدم ساعات مصطلحات بتحتمل معنيين بحيث انه مثلا يقول ان انا كده ما كذبتش يعني ايه الموضوع اختصار مش لا يعرض بتعريضات يعني ما الحامل له على هذا التعريض يعني مثلا يبقى وعد بحاجه مثلا احنا هنروح المكان الفلاني لدرجه ان انا بقيت اخليه يكتب الحاجات اللي هيقولها عشان لما يجي يقول انا ما قلتش يبقى مكتوبه هل ده صح وافقت على كده وافقك على هذا هو وافقني اه خلاص ما في مشكله اذا وافقك لا اشكال. السلام عليكم. مرحبا يا ابو مريم. يا ابو مريم الاخ محمد مشالي وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا شيخنا عايز حضرتك على سؤال. اتفضلي. انا بلبس عبايات وبلبس فوقيها خمار ففي عندي خمارات ساده وفي خمار منقوش نقشه بسيطه هل ده يجوز المنقوش ولا لا؟ يعني كلفه منقوش يعني لفت يعني النظر يعني في خط في رسمه في لفت النظر يعني كل الناس هتتفرج عليك بسببه ولا خفيف؟ لا 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 عادي زي البنات بيلبسوه واسع كده فضفاض حلو اه لحد الوسط كده وانت كاشفه الوش ولا مغطيت الوش؟ لا لا مش منتقده لا طب ليه كده؟ اتمنى بس يعني الله المستعان. الله يعينك على طاعه الله امين يا رب. على كل على شكل الخمار ليس في اشكال في اللون انه في خط رفيع او نحو ذلك فيش مشكله لكن المشكله بقى انك كشفت الوجه الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياكم الله شيخنا. أولا نسألكم الدعاء لي بالشفاء يا أخي. الله يعافيك يا رب. اللهم آمين. ثانيا فيه ظاهرة منتشرة أن هو دلوقتي كتب المدارس الملخصات بقت غالية. أيوه. الناس لجأت أن هي تصور الملخصات دي. فأنا قبل ما أفعل الموضوع ده واحد من المدرس اللي هو بيدي الأولاد عندي جاي يصور لهم قلت له لا ما تصورهمش مثل أهل العلم لأن أنا حاسس أن هي من باب السرقة. لا اذا كان شيء خفيف والطالب فقير ولا يتاجر فيها فعلى قدر الحاجه يعني ما فيش مشكله هو صور الملخص ده على قدر الحاجه لا يتاجر فيها لو يتعلم منها بقول لك هو لا يتاجر فيها وليس معه مال يشتري ويتعلم منها لضروره لا بس كده الاشياء الخفيفه دي معفو عنها في عالم الكتب ما فرقت في الله ما فيش حاجه يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عمري 63 سنة. الله يبارك فيك. وزوجي 70. المهم أولادنا كلهم متزوجين. فأنا حبيت أشترك في تحفيظ. ماشي. راح قال لي أنا غير راضي عن الموضوع ده. فأنا هو معظم وقته برا البيت. انا حبيت اجر الوقت لاني اولاد لماذا يعني لماذا يرفض ما السبب غيور عليك يعني ولا ايه انا 63 سنه يعني مش ايوه ممكن 66 سنه وحلوه الحمد لله يعني تعنت ها تعنت لكن هل غيور يعني ولا حاجه ولا ايه هو تعنت وغيور الاثنين الاثنين طيب انت عندك اولاد ربنا يبارك لك فيهم هم مسافرين برا البلد ايوه برا البلد سواء مسافرين او موجودين كلمين يقنعوه بهذا الكلام للأسف هو صوته من دماغه وما بسمعش الحد فهل يجوز ان انا اروح بدون رضا لا احب ان انشئ شقاقا بين المسلمين لا تذهب بدون رضا الله يكرم. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ وائل. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله. الله يبارك فيكم. كان عندي سؤالين بعد اذن حضرتك يا شيخ. تفضل. السؤال هو بالنسبة للمتوفى التطوع يا شيخنا، هل يجب ان هو يكون 7 ولا ممكن اي عدد؟ لا، الوارد ما ورد 6 ولا 5 ولا 4، كل الوارد في الطواف 7 وركعتين. يعني لازم ان انا لو طوفت تطوع طوف 7 اشواط. الله يبارك في عمرك. طب تفسير الآية يا شيخنا، واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآية عند الله وما يشعرهم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ايوه. واقسموا بالله مجتهدين في الايمان، والله 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 لئن جاءتنا معجزة لنؤمنن لك، سنؤمن إن جاءتنا المعجزة التي نطلبها سنؤمن. قال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لا هنا لتقوية الكلام، فالمعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت سيؤمنون، لأن يعني الآية ستأتي، لكن من أدراك أنك ستؤمن؟ قلبك لا تظن أنه ملك نفسك، إنما قلبك الله هنا للتأكيد، لا للتأكيد، كقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون إلى الدنيا. ونحوه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، إلا لتقول الكلام، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم. فما المعنى؟ أنتم تقولون والله 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 إن جاءتنا معجزة سنؤمن، فيقول ربنا ما أدرك أنك ستؤمن، هل هذا رجع إليك أم أنه إلى الله؟ وما يشعركم أنه إذا جاءت سيؤمنون؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما أننا صرفناهم عن الإيمان قبل الآية سنصرفهم عن الإيمان بعد الآية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم نتركهم في طغيانهم يعمهون. جزاك الله خير. عبد الله السلام يا شيخ وائل. الساعة كم يا عبد الرحمن؟ بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد حمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن،
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك من جار السوء في دار المقام يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا، وكلناك أمرنا يا ربنا. اللهم إنا قد وكلناك أمرنا يا ربنا، فتول أمرنا، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وثلث خائم قلوبنا، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.